الانتقال إلى الأخبار الرياضية، حيث التقى رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال ووزير الشباب والرياضة برئيس الاتحاد الدولي في العاصمة القطرية الدوحة على هامش مؤتمر الاتحاد الدولي بنسخته 72، حيث شدد رئيس الاتحاد الدولي على حرصه لدعم الاتحاد العراقي، كما بيّن أن نقل مباراة الإمارات من بغداد جاء أمرا طارئا وأيضا لم يكن بالحسبان، وأيضا شدد على دعمه للكرة العراقية. فنشاهد.